السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحتم يا أحبتي؟ اليوم إن شاء الله سوف نستكمل درسنا لهذا اليوم في مدى التربية الإسلامية. هل تذكرون عنوان الدرس السابق؟ نعم، إنه التسامح. أهداف الحصة: يذكر صورا عن التسامح، يستنتج الآثار المترتبة على التسامح مع الآخرين. أرجو أن تستمعوا إلى الفيديو الآتي. إصابتك بالكرة، لماذا ضربتني بهذه القسوة؟ لماذا ضربتني هكذا؟ أنت تستحق أكثر من هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل، هذه هدية لك، تفضل. شكرا. ها؟ ماذا استفدت يا صغيري من الفيديو السابق؟ أحسنت يا صغيري، أن نكون متسامحين ومتحابين. إذن عنوان درسنا اليوم التسامح. كما قلنا سابقا، مفهوم التسامح هو ما هو مفهوم التسامح؟ ما معنى التسامح؟ هيا يا صغيري، هل تذكر ما معنى التسامح؟ أحسنت، هو خلق حسن من أخلاق المسلم. إذن التسامح خلق حسن من أخلاق المسلم. ما هي صور التسامح؟ هل تستطيع أن تذكرني ببعض صور التسامح التي درسناها سابقا؟ هيا حاول أن تتذكر. نعم أحسنت، إذن أتشارك مع الآخرين في أدوات المدرسة، من أقلام، من كتب، من قصص. أحسنت أحسنت. أيضا من صور التسامح ماذا؟ هيا فكر. أحسنت، أتشارك مع الآخرين في الألعاب. وأيضا يا صغيري من صور التسامح ماذا تشاهد هنا في الصور؟ نتشارك ماذا؟ إذا أتى زميلك يوما إلى المدرسة بدون طعام، نعم أتشارك مع الآخرين في الطعام. أحسنت. وأيضا من صور التسامح، نعم، المسلم المتسامح يبتسم في وجه من يلقاه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وأيضا من صور التسامح، إذا أخطأ زميلك في حقك ماذا عليه أن يفعل؟ نعم أن يعتذر. أو إذا أنت أخطأت أيضا في حق زميلك فتعتذر له.
إذن المسلم متسامح يعتذر إذا أخطأ. محمد صلى الله عليه وسلم عرف بأخلاقه الكريمة والحسنة، وكان التسامح خلقه، فلنقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن بما أن التسامح من صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتصف بهذه الصفة يا صغيري. ما نتائج التسامح؟ هيا أخبرني. أحسنت، المتسامح يحبه الله تعالى والناس، إذن ننال محبة الله تعالى إذا كنا متسامحين. وأيضا يا صغيري حاول أن تفكر، ما نتائج التسامح؟ نعم، التسامح ينشر المحبة بين الناس، إذن إذا كنت متسامحا سوف تنتشر المحبة بين الناس. إذن من نتائج التسامح يحبك الله، يحبك الرسول صلى الله عليه وسلم، يحبك الناس أيضا، وسوف تنشر المحبة. أريد منك يا صغيري الآتي: أكتب وأرسم كيف أكون متسامحا. كيف أكون متسامحا؟ هنا سوف تكتب كيف تكون متسامح، أكتب جملة، وهنا سوف ترسم كيف تكون متسامحا. أرجو منك أن ترسل الواجب عبر تطبيق السيسو. شكرا لكم.